ماني خوا بالتربيه الصجيه خوا هجوم الساد اولا بجد مسلمانتي بخوجي نانا نشكرا ادب تربيه او انسان ادب غيزا وهبي او انسان مسلمان حق بلادا حق حرشيدا او انسان غريز ادب عبنا تنبي عدالة داونا نبي شقا جيل ميش بكي شاشقا يبرا شاشقا تبي شاشقا بني تزبع يبرا قصد نبي والله نسازي سنة مازلنا بسورة بقر دا اف آياتا بمخوان معنى وي أبا خداك بيجي عز وجل اي قلي بيرو باهر وندا اي او انسان قبير وقهوريا وقديها يا تبتر ساجرات اولو ورجع قيامتها يا ودويرو لانسان ظلمه دكن جعب يخد بردنا خوينا وا مالي وا رحي وا ناموسا وا ولاتي وانا چقاس او انسان بحثا خديجي بكي چقاجي لميج بكي او انسان كافرا نه گوتنا منا گوتنا خدا یا جورت بیشن دوی خود با خدا فکر و رمانه متونه نا و الکافرون هم الظالمون سورت بقر آیتا قصد و پنجود دو آیه و حبسیا بری آیت الکرسی و تعالی بجی کافر اوا اوی بو ظلمی اما عدد که ظالم آیا زمان فرعون جولو بو زمان محمد عليه الصلاة والسلام جولو بو إيرو جولو يا ظلما خود كن أما بفرد إسلاميتي دخوازن وظلما خوا خوشك بكن بنقشينن بنخمينن أما خود تعالى دبجي أو ظلما وانا ناية بشاردن ناية نخماندن الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي ناب جنابه ونا كذب القرآن يا هر آيات سورة القرآن دهنا لغوري خوة نابي واجهنا مثلا نابي ياسيني قلب القرآن قلب القرآن نابي فاتحة دايكا قرآن نابي آيات دبيجي أم لسر بيانا الساغم لكن كي تدكي أزبوازانم الله لا إله إلا هو الحي القيوم خده ساغا لسر بيايا لا تأخذه سنة ولا نوم خده بي نابي ونارازي معنى بخي تعالى قلتي أس بي نابي وأز نارازي بشيا يعني تشتكي أزغاف النابي له ما في السماوات وما في الأرض عرض وآزمان تشتد عرض دا تشتد آزمان دا تشتد نابينا عرض وآزمان دا حمو اي خديا بالظالم هذا تكوشين كلا هجرت مسلماني هجرت مؤمن بيت قرش ظلمي دبي هجرت لك قرش ظلمي دبي تشدك بكا سالد وازده مهروجي بقرا عبارة هش نراز حتى صبي والله تدي سنة مؤمني تدي سنة مسلماني قدنا خدي أبا أطوار عشق مستي أسرار كت فرستي تقرير صدري روايات لا تنجبوا أحمق كفاية او انسان گوج منفعت دنیا حس بکی معنا بیش هل بستان گوت اما او انسان گوج عشق تشتکی ببی تچی جیر ببی تچی قا آیات و حدیث جیر بینی تچی قا دلیل جیر بینی جی تیرا وینا تشتی تیرا وینا سورت هود جی خواهی تعالی حالو گوتی ها گلی جنس مانا بسم الله الرحمن الرحیم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وبئس المصير سورة هودة بزنا ونهاتنا لما جاء خطبة أجي خطبة وبقول أجر بيت شتم جوار الجود وتشتم جوار الجود خزيب وا خزيب أجر جوا خطبة وتشتم جوار النجر و تشت تشوار فهم نكر زواك الناقل كامل من ما ايوه جي تعبه وقت ما ناول برطاب كيبوما
رجع ذي آياتي جهند كايفا زانب الخدا بشبه نا ظلمو ميلا خندن بالظالم أبا أو ميلا وبالظالم أبا فتمسكوا النار وبئس المصير أو حجكرنا وميلا وعاركاريا وبالظالم أبا ويوك شيء مبالج احنا ميبا ميلا وقوون ميلا بدن بالظالم بتشونا ميلا دنوا يا براي خونا دنوا حتى دعاكرنا الظلمي رجل إيمان يدبي نعوذ بالله إن موجود دجي خدنا أم لماجي أخوة عودة ناكن وقت يقول شرط يخد بي لجي من مروف لماجي عودة بكي مروف بي قنه كار دبي ويش أخي مروف شش وقت فرض بكي أو جنة درسة ليش برقو شرط ما إيني لجهن أم لماجي أخوة جمعتها نتكن استوى واتصلوا صفيخ وراس من خده جوا راضي بي من اللي خوب قينها ويتعالى جوا راضي بي ان شاء الله. الله اكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سمع الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة استغفر الله استغفر الله اللهم لا مانع لما اعطيت وما اعطيت لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذو الجد منك الجد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه وله النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.